أنا متفائل إن شاء الله بيكون يعني تشكيل هذه الحكومة بشكل سريع جدا. أهلا بكم إلى الصباحية من تلفزيون المستقبل. وفي العناوين: تتطلع الكتلة إلى الدور المحوري للرئيس ميشيل عون في الخروج من دائرة الترقب والانتظار. كتلة المستقبل تأليف الحكومة من مسؤوليات الرئيس المكلف حصرا. ورئاسة الجمهورية تقول عون يتعاطى مع التشكيل وفق صلاحياته الدستورية. الوتيرة تصاعدية بس ما في شيء اسمه خطة أمنية جديدة. الجيش يفعل الخطة الأمنية في بعلبك الهرمل، انتشار كثيف وتسير دوريات مؤللة. روسيا تنقلب على الجنوب السوري وتعلنه منطقة خارجة عن اتفاق خفض التصعيد. أهلا بكم. على قاعدة التمسك بالديمقراطية التوافقية يواصل رئيس الحكومة المكلف سعد الحرير انتهاج طريق التأليف بإيجابية، وهو وفق ما تؤكد مصادر مطلعة على مشاورات التشكيل مستمر في اتصالاته لخلق الظروف المؤاتية لولادة الحكومة. وقد جددت كتلة المستقبل التي اجتمعت برئاسة الرئيس الحريري الثقة بقدرته على تجاوز العقبات، ودعت القوى السياسية كافة إلى تسهيل مهمته، مشددة على أن تأليف الحكومة هو من المسؤوليات الدستورية المناطة حصرا بالرئيس المكلف بالتعاون والتنسيق مع رئيس الجمهورية. شددت كتلة المستقبل النيابية على اعتبار مسألة التأليف وما يرافقها من تجاذبات سياسية مسألة داخلية لبنانية، وأن كل ادعاء بوجود ضغوط أو شروط خارجية على تشكيل الحكومة يقع في إطار تجهيل العقبات الحقيقية ورمي الكرة في ملاعب هي أبعد ما تكون عن التدخل في الشأن الداخلي اللبناني. الكتلة وبعد اجتماعها في بيت الوسط برئاسة الرئيس سعد الحريري جددت ثقتها بخيارات الرئيس الحريري وبقدرته على تجاوز العقبات التي تعترض التأليف، ونوهت بحكمته في مقاربة الخلافات السياسية. ترى الكتلة في ارتفاع حدة السجال السياسي وتبادل الحملات حول تقاسم الحصص الحكومية عاملا من عوامل تعكير المناخات المؤاتية للتأليف، وهي تدعو القوى السياسية كافة إلى التهدئة وتسهيل مهمة الرئيس المكلف، وتعبر للمناسبة عن ارتياحها للمبادرات التي اتخذت في هذا الشأن والدعوات التي صدرت لوقف الحملات الإعلامية وتفعيل الاتصالات في سبيل ولادة الحكومة. تؤكد الكتلة على أن مهمة تأليف الحكومة من المسؤوليات الدستورية المناطة حصرا بالرئيس المكلف بالتعاون والتنسيق الكاملين مع فخامة رئيس الجمهورية، وإن المشاورات الجارية مع الكتل النيابية تقع ضمن هذه المسؤوليات التي يفترض أن تراعي في هذه المرحلة من تاريخ لبنان موجبات التوصل إلى حكومة وفاق وطني تتعاون بكافة مكوناتها السياسية على تحقيق الإصلاحات المطلوبة والتصدي للتحديات الاقتصادية والمالية والإدارية التي لا مجال بعد اليوم لأي تأخير في معالجتها والتعامل معها. وبناء عليه تتطلع الكتلة إلى الدور المحوري للرئيس ميشيل عون في الخروج من دائرة الترقب والانتظار والانطلاق مع الرئيس المكلف نحو بلورة الصيغة النهائية لشكل الحكومة ومكوناتها. وأخذت الكتلة علما بأن الرئيس الحريري يعتبر أن الاستقرار النقدي في لبنان محفوظ، وأن الوضع الاقتصادي سيشهد انطلاقة أكيدة فور تشكيل الحكومة التي ستضع إصلاحات صدر وبرنامجه الاستشاري على رأس أولوياتها. إلى ذلك، وضعت مصادر كتلة المستقبل البيان الصادر عن قصر بعبد أمس في إطار محاولات الرئاسة الأولى فتح قوة في جدار التأزم وتحريك المياه الراكدة في مياه التأليف. وقالت للمستقبل إن بيان بعبدة بخلاف ما يعتقد البعض لا يقفل الباب على الحلول، بل يمكن أن يفتح الباب لها، وهو ما يجب استكماله في اللقاء المرتقب هذا الأسبوع بين الرئيسين ميشيل عون وسعد الحريري، مع الإشارة إلى أن البيان جاء ليرد على مواقف وتحليلات بالغت في تحميل رئاسة الجمهورية توجهات غير معنية بها في إطار عملية التأليف. وكان المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية أصدر بيانا أكد فيه أن الرئيس ميشيل عون يتعاطى مع ملف تشكيل الحكومة وفق صلاحياته التي نص عليها الدستور.
صدر عن مكتب الأعلام في رئاسة الجمهورية بيان تناول موضوع تشكيل الحكومة وكيفية تعاطي رئيس الجمهورية معها، مفندا النقاط المتعلقة بصلاحياته المحددة في الدستور. وجاء فيها أن رئيس الجمهورية يتعاطى مع ملف التشكيل استنادا إلى صلاحياته المحددة في الدستور، لا سيما الفقرة 4 من المادة 53، إضافة إلى القوانين المرعية الإجراء. وإن لم يتدخل الرئيس في آلية التشكيل، إلا أنه ليس في وارد التغاضي عما منحه إياه الدستور من صلاحيات وما درجت عليه الأعراف المعتمدة منذ اتفاق الطائف، لا سيما لجهة حق رئيس الجمهورية في أن يختار نائب رئيس الحكومة وعددا من الوزراء يتابع من خلالهم عمل مجلس الوزراء والأداء الحكومي بشكل عام، انطلاقا من قسمه الدستوري بالحفاظ على القوانين. ولفت البيان إلى أن الذين يسعون في السر والعلن إلى مصادرة هذا الحق المكرس لرئيس الجمهورية عليهم أن يعيدوا حساباتهم ويصححوا رهاناتهم وينعشوا ذاكرتهم. وشدد البيان على أن مواقف رئيس الجمهورية واضحة ومعلنة، وبالتالي لا يجوز مقاربتها بالحكم على النوايا والتوقعات والتحليلات أو من خلال تسريب روايات ومعلومات لا أساس لها من الصحة. ذلك أنه من واجب الرئيس المؤتمن على الدستور السهر على إلزام الجميع التقيد به، إضافة إلى الخيار الميثاقي الذي يفرض عليه حماية الشراكة الوطنية التي تتجلى في أبهى مظاهرها في حكومة تعكس أوسع تمثيل وطني ممكن، كما تحقق خلال الانتخابات النيابية عبر قانون قائم على أساس النسبية. ورأى أن الانتخابات حددت أحجام القوى السياسية، لذا على هذه القوى احترام هذه الأحجام حتى تكون عملية تشكيل الحكومة مسهلة. ودعا أصحاب الأصوات الذين يدعون حرصهم على اتفاق الطائف ويحذرون مما يصفونه بخطر إسقاطه أو تعطيله إلى التوقف عن تعميم الأضاليل وتشويه الحقائق الراسخة التي يجسدها تأكيد رئيس الجمهورية الدائم على التزامه اتفاق الطائف الذي أصبح دستورا، وحري بالآخرين أن يحترموا هذا الاتفاق بكل مفاعيله وليس اعتماد الانتقائية في مقاربته تبعا لحساباتهم الشخصية ومصالحهم الذاتية ورهاناتهم الملتبسة. وبعد الاجتماع الأسبوعي لتكتل لبنان القوي، اعتبر الوزير جبران باسيل أن قاعدة التكتل في الملف الحكومي لا تتغير، وهي توزيع الحقوق على الفئات التي ستتمثل في حكومة وحدة وطنية استنادا إلى أحجامها النيابية، ومن يخرج عن هذه القاعدة هو من يسبب التأخير. نحن طالعين من انتخابات نيابية، توزيع الحقوق على الفئات اللي بدها تتمثل بالحكومة واضحة، مثل ما عملنا قانون نسبة حكومة وحدة وطنية بنعمل بالنسبة والتناسب، كل واحد شو هو حجمه النيابة بيتمثل وزاريا. اللي بيخرج عن هالقواعد وبيطالب بشيء هو مش حقه فيه هو يلي بيكون عم يسبب هيدا التأخير، وهذا الشيء كلنا سوا بنعرف انه حاصل. هلأ اذا في حدا بيحب مثل ما حصل سابقا من قبلنا ومن قبل افريقاا تاني بالحكومة الماضية وبحكومات سابقة، بيحب حدا يتنازل هو طوعا عن شيء لصالح فريق تاني هيدا حق طبعا، بس اذا حدا هو مش راغب يتنازل لأنه كان في اتفاق سياسي ولم يعد قائم لأي سبب كان، ما في حدا يعمل هيدا الشيء بفعل جبري. اللي عم بيحكوا على الأصوات الشعبية، روحوا راجعوا الأصوات الشعبية، بتعرفوا أنه التيار الوطني وحلفائه يعني تكتل لبنان القوي عنده 55% من الأصوات الشعبية، بتلي القوات اللبنانية ب 31%، بعدين الكتائب ب 7% والمرادة ب 6%. رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع قال أن تشكيل الحكومة يتطلب بعضا من الوقت من أجل التمكن من الجمع بين كل المكونات. وأضاف جعجع في حديث لقناة العربية: في تقديري سيستغرق الأمر أسابيع قليلة لا أكثر. أعرب الرئيس سعد الحريري عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة وخلال رعايته معرض بروجكت لبنان في واجهة بيروت البحرية. أكد الحريري لتلفزيون المستقبل أننا مقبلون على مرحلة إعمار بعد مؤتمر سادر، هذا ويشارك في المعرض شركات محلية وعالمية في مجالات البناء والعقارات والمفروشات والطاقة وأنظمة الإضاءة والتدفئة، إضافة إلى التكييف والتبريد والمياه والبيئة. شو بدك تقولنا اليوم بهذا المعرض؟ يعني انا بفتخر ان يكون هيك شيء، يكون هيك في هيك شيء بلبنان، وهذا شيء بدل انه البلد بخير ان شاء الله، ونحن قادمين على مرحله فيها بناء واعمار باذن الله بعد كمان مؤتمر سادر،
فكل هاي اللي عم نشوفه اليوم هو تحضيرات، وهذه شركات أصلاً موجودة اليوم وشجعت شركات تانية تكون موجودة، فنحن إن شاء الله يعني متفائلين. يعني بالنسبة للمرحلة المقبلة هل تفاؤل قوي؟ إن شاء الله. في عرقلة؟ لا لا إن شاء الله بيمشي الحال، كل شيء بيمشي الحال. شكراً لك. وتتابعونا في هذه النشرة بعد الفاصل. جريمة مزدوجة تهز بلدة عينات الجنوبية. أهلا بكم من جديد إلى هذه النشرة. الخطة الأمنية في بعلبك الهرمل وملف التجنيس كانا مدار بحث بين رئيس الجمهورية ميشيل عون ووزير الداخلية نهاد المشنوق، الذي أكد أن الخطة ناجحة ومستمرة حتى تحقيق الأمن. الخطة الأمنية في بعلبك الهرمل ومدى نجاحها ومرسوم التجنيس شكل محور لقاء رئيس الجمهورية ميشيل عون مع وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق، الذي أكد أن الخطة الأمنية الجارية ناجحة في بداياتها ومستمرة حتى تحقيق الأمن لكل أهل المنطقة. واللي ثبت فعلا أنه الجيش اللبناني وعند الضرورة بيستعين بالقوى الأمنية الأخرى، عم بيقوم بعملية جدية للحفاظ على أمن أهالي منطقة بعلبك الهرمل، وبنفس الوقت عدم تعميم الظلم، بمعنى أنه الموقوفين هني الأرجح اللي عندهم يعني إما مذكرات توقيف وإما شبهات تتعلق بدورهم بالفوضى الأمنية المثارة بالمنطقة وخاصة بمدينة بعلبك. وأعلن المشنوق عن إصدار قرار بوقف كل عوازل الشمس في السيارات في منطقة البقاع، لا سيما بعلبك الهرمل، ما عدا للرسميين والأمنيين والمدنيين الذين يحق لهم بشكل طبيعي المحافظة عليها بصفتهم الرسمية. وفيما يتعلق بملف التجنيس أكد أنه حق دستوري لرئيس الجمهورية وغير خاضع للنقاش خارج إطار القانون والأنظمة العدلية المعتمدة، لا سيما الدستور اللبناني. توصية فخامة الرئيس بأنه تبقى الأمور على حالة دستوريا دون أي تعديل لحين صدور قرار مجلس الشورى بشأن الطعنين المقدمين إليه خلال فترة ما بعتقد أنه بعيدة. اليوم تلقينا من مجلس الشورى وزارة الداخلية أسئلة محددة من حول هذا المرسوم، ورح نجيب عليها خلال 5 أيام. وبطبيعة الحال كمان الادعاء بياخد فرصة الرد، وتصور خلال فترة قريبة بيكون في جواب واضح أو قرار واضح أو حكم واضح من مجلس الشورى بشأن هذا الموضوع، خارج الإثارة الإعلامية وخارج التشهير وخارج التناول الشخصي للأسماء اللي وردت أو لبعض الأسماء أو ل المسؤولين حول هذا المرسوم. ولفت المشنوق إلى عدم حدوث أي شيء عملي قبل صدور القرار بالطعن من قبل مجلس شورى الدولة، لافتا إلى أن هناك دراسة جدية للأسماء من شعبة المعلومات والأمن العام، وأنه يدرس النصين وسيبني على شيء مقتضاه عندما يصدر قرار مجلس الشورى. وقال لا يوجد تجميد لأي أمر دستوري، بل إبقاء الأمر على ما هو عليه دستوريا. ومتابعة للإجراءات الأمنية في منطقة بعلبك الهرمل، تفقد قائد الجيش بالنيابة الوحدات المنتشرة في المنطقة، مؤكدا أن لا خطط أمنية استثنائية بل تفعيل للتدابير المتخذة. تفعيلا للخطة الأمنية في بعلبك والبقاع الشمالي، سجل انتشار كثيف للجيش اللبناني الذي سير دوريات مؤللة في الطرقات الرئيسة وعلى امتداد الطريق الدولية وفي العديد من البلدات، ونصب عددا من الحواجز الثابتة والمتنقلة. طبعا نحن بحاجة للخطة الأمنية وبحاجة لكل منطقة أنه يصير هيك، أحلى بتضبضب هالعالم ويصير تغير الاقتصاد والدولة الاقتصادية بالبلد. عم تعطي نتائج كتير إيجابية، ضرورية تكون لأهل بعلبك ولبعلبك وللمنطقة ككل، لأنه كتير مهمة ومن زمان ناطريني. على خط موازن، تفقد قائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حاتم ملاك الوحدات العسكرية المنتشرة في منطقة بعلبك الهرمل، حيث جال في مراكزها واطلع على إجراءاتها الميدانية المتخذة لترسيخ الأمن والاستقرار، ثم اجتمع بقادة الوحدات والعسكريين مزودا إياهم بالتوجيهات اللازمة. وأكد اللواء الركن ملاك أن بعلبك الهرمل هي كأي منطقة لبنانية تحت سيادة الدولة وسلطة
القانون. حدودنا الشرقية بالإجمال نحن يوم بعد يوم عم نطور مسكنا لها، في جزء كبير وأساسي تم مسكه بالكامل، وفعليا أكثرية حدودنا هي حدود آمنة ومضبوطة. ننقل على بعلبك الهرمل، انتشر الجيش بهذه البقعة، نحن ولا لحظة إلا ما كنا موجودين. حتى خلال معركة فجر الجرود واللي كان التركيز عليها، نحن ما تركنا دورنا بهذه البقعة من الأرض. نحن عمليا عندنا مشكل مع الخارجين على القانون، رح نضل وراهم حتى توقيف. نحن مستمرين بتنفيذ مهامنا الوتيرة تصاعدية، بس ما في شيء اسمه خطة أمنية جديدة. تصوير المنطقة على أنها خارجة على القانون ما هو مزبوط. سنستمر بضبط الأمن وتصعيد وتطوير الموقف تبعولنا تباعا. اللواء الركن ملاك لفت إلى أن خصوصية منطقة البقاع وتحديدا بعلبك الهرمل لجهة الروابط العشائرية والعائلية تستدعي في أحيان كثيرة اللجوء إلى التواصل مع المعنيين لإيجاد حلول لبعض الخلافات أو الإشكالات، لكن هذا لا يعني على الإطلاق أن هناك تغطية لأي مخالف أو مطلوب، مشددا على عدم التهاون مع أي شخص تسول له نفسه العبث بالأمن والاستقرار. قائد الجيش العماد جوزيف عون الموجود في الولايات المتحدة الأمريكية أكد أن الجيش هو شبكة الأمان للبنان واللبنانيين عبر جهوده المتواصلة في حفظ الأمن والاستقرار. عون وخلال حفل استقبال أقامه على شرفه سفير لبنان في واشنطن جابرييل عيسى أشار إلى أن المساعدات الأمريكية العسكرية للبنان لها دور فاعل في القضاء على الإرهاب. من جهة ثانية، نفت قيادة الجيش ما أوردته بعض وسائل الإعلام حول كلام منسوب إلى العماد عون خلال زيارته الحالية إلى الولايات المتحدة الأمريكية عن إحباط الجيش عمليات إرهابية أثناء الانتخابات النيابية الأخيرة. وأوضحت قيادة الجيش أن العماد جوزيف عون قال: كنا نملك معلومات عن عمليات إرهابية يجري الإعداد لها لإفشال الانتخابات النيابية، إلا أن الأمور مرت على خير. عثر على المسن رامز درويش وزوجتها السورية الأصل مقتولين في بلدة عيناتة في قضاء بنت جبيل، وقد حضرت القوى الأمنية وبدأت تحقيقاتها لملاحقة الجنات. مصادر أمنية أوضحت أن جريمة القتل المزدوجة تمت خنقا، مرجحة أن تكون بدافع السرقة، وأن الجاني انتهز عجز الضحيتين في الدفاع عن نفسيهما. وفي محلة التعمير التحتاني في مخيم عين الحلوي أطلق مجهولون النار الليلة الماضية على السوري علاء الدين أحمد وأردوه على الفور. لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات أقيمت حواجز للتوعية في مختلف المناطق اللبنانية وسط تأكيد أن الحرب على المخدرات لن تهدأ وأن لا خيمة فوق رأس أي تاجر ومروج. تقرير ربيع شنطف. هو انتشار أمني لكن من نوع آخر، الهدف التوعية من خطورة انتشار المخدرات. من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب حواجز أقامتها قوى الأمن الداخلي موزعة بروشورات. حملة التوعية هذه سبقتها وستليها إجراءات عملية، فقوى الأمن وشعبة المعلومات أعلنت تفعيل الحرب على المخدرات والتجار والمروجين، كما أعلنت سابقا الحرب على الإرهاب والإرهابيين ونجحت. تجار بعد في فوق راسهم خيمة، أسماء كبيرة بتكسدل بالبلد وكأنها شيء لم يرى. ما في حدا فوق راسه خيمة فيما يتعلق بتجارة المخدرات، لأنه أسوأ من أسوأ الجرائم. وين عم نقدر نوصل للشخص المطلوب؟ عم نقدر نفكك العصابات. ما في مناطق محرمة، في عملية متابعة، عملية تقصي. ما تتصور انه الشخص بأساس ما في حدا بيقدر يحط غطاء على 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 مجرم. ليه بعد في تجار فلتانية؟ هيدي كله بيجي وقت نحن نوصل نقدر نحن نعرف انه هالشي نقدر نوقفه بدون ما يشكل خطر عليه وعلى محيطه وعلى عناصرنا. هذا الشيء حنطبقه، ونجحنا خلال 6 أشهر نجاح كتير كبير بعشرات العصابات. بس نرجع نقول بشعار يلي أطلقه المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللي هو عماد عثمان، بيقول معا نحو مجتمع أكثر أمانا. في تقارير سابقة أجريناها تضمنت مقابلات مع متعاطين، تبين لنا أن بعضهم يرغب بالعلاج والتخلص من الإدمان. نحن بنطلب بس من الدولة اللبنانية انه مش تاخذ التعجيل اللي عم تتعاطى هاي المادة، تروح تاخذ التجار اللي عم تبليهم فيها لهاي المادة. انا 4 مرات فتت على فرع انه عني بتعاطى
يعمل لي فحص أنا نضيف ينيمني 20 يوم. آخر شيء طلعت أقل شيء إني بدي تعاطى. كمان تطبيقا للقانون صدر تعميم رقم 40 من المدعي عام التمييز امبارح بهالمناسبة، يعني بمناسبة يوم العالم لمكافحة المخدرات، بنص على تطبيق مواد يلي بتحكي عن اي عم تحكي عن عمليه الادمان، يعني رؤيه المدمن كمريض، وهالشخص عند باي مرحله من مراحل القضائيه عند رغبته بالمعالجه فورا يتم توقف الاجراءات القانونيه بحقه، تبدا مرحله العلاج من خلال مراكز العلاج، عند الانتهاء انتهاء مراحل العلاج فورا يتم توقيف التعاقبات بحقه، وكأن الجريمة أو الإجراء الإدمان كأنه لم يكن. وفي إطار الحملة على المخدرات، عمم الرئيس سعد الحريري على جميع الإدارات الرسمية رفع علم أبيض يحمل عبارة لبنان بلا مخدرات وبلا إدمان. أول الملتزمين كانت دائرة مياه صور في مؤسسة مياه لبنان الجنوبي التي أشارت إلى أنها كانت السباقة لإحساسها بالمسؤولية. وتتابعون في الأخبار الإقليمية والدولية بعد الفاصل. الحوثيون يستخدمون المدنيين دروعا بشرية في الحديدة. أهلا بكم من جديد. أعلنت موسكو أن الجنوب السوري لم يعد ضمن مناطق خفض التصعيد، أمر يطرح العديد من التساؤلات حول مصير المنطقة التي قد تشهد سيناريو التهجير القسري. يصبح الجنوب السوري في حل من أي اتفاقات بعد إعلان موسكو انتهاء اتفاق خفض التصعيد فيه. النظام تلقى الضوء الأخضر رسميا وأعلن عبر التلفزيون الرسمي عن بدء ضربات جوية على جنوب شرقي مدينة درعا والعمل على قطع طرق وخطوط إمداد المسلحين بين منطقة طريق السد ودرعا البلد باتجاه الحدود الأردنية. الموقف الروسي الذي يرافقه صمت أمريكي ترى فيه الأردن خطرا على اقتصادها المنهك مع احتمال تصاعد موجات النزوح، ما دفع بوزير خارجيتها بالقول إن الحدود مع سوريا مغلقة ويمكن للأمم المتحدة مساعدة الفارين هناك. المعارضة السورية التي باتت مطوقة في خياراتها لا تزال سارية في مقاومتها لهجمة النظام وحلفائه، فقد تمكنت من إسقاط طائرة حربية بالقرب من منطقة بصر الحرير وأسر قائدها، بالإضافة إلى استعادة بعض المناطق التي احتلتها قوات الأسد بحسب ما أفاد ناشطون. وسط ذلك حذرت الأمم المتحدة من تدهور الأوضاع الإنسانية في الجنوب السوري الذي تتعرض أحياؤه السكنية لقصف عشوائي، ما أدى إلى ارتفاع عدد الضحايا وكذلك النازحين. قتل عشرات الحوثيين على أكثر من محور في مواجهات وغارات للتحالف العربي في وقت منع الانقلابيون عشرات العائلات من النزوح واتخذوا منها دروعا بشرية على جبهة الساحل الغربي. مدينة الحديدة وميناؤها قاب قوسين أو أدنى من التحرير أمام التقدم السريع لقوات الشرعية اليمنية مسنودة من التحالف العربي. عشرات الحوثيين بين قتيل وجريح على أكثر من محور في مواجهات وغارات للتحالف في وقت شنت مدفعية المقاومة قصفا مكثفا على مواقع الميليشيات في جنوب الجراح وغربي لتحيتا، وامتدت الضربات إلى الجهة الشرقية من مزارع النخيل وشرق مطار الحديدة. ومع تقدم قوات الشرعية باتجاه الحديدة منعت الميليشيات الحافلات التي تقل عشرات الأسر من النزوح إلى المحافظات الأخرى واتخذت منهم دروعا بشرية، كما قطعت المنفذ الوحيد للمدنيين في شارع الستين بالخرسانات الإسمنتية والحاويات، فيما عمد الانقلابيون إلى قطع المياه والإنترنت عن الحديدة. إنسانيا، وصلت طائرتان إغاثيتان تحملان مواد إيوائية وغذائية إلى عدن تمهيدا لنقلها إلى الحديدة، وهي أولى طلائع الجسر الجوي السعودي لإغاثة أهالي المحافظة. وفي ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. تتطلع الكتلة إلى الدور المحوري للرئيس ميشيل عون في الخروج من دائرة الترقب والانتظار. كتلة المستقبل تأليف الحكومة من مسؤوليات الرئيس المكلف حصرا، ورئاسة الجمهورية تقول عون يتعاطى مع التشكيل وفق صلاحياته الدستورية. الوتيرة تصاعدية بس ما في شيء اسمه خطة أمنية جديدة. الجيش يفعل الخطة الأمنية في بعلبك الهرمل، انتشار كثيف وتسيير دوريات مؤللة.
روسيا تنقلب على الجنوب السوري وتعلنه منطقة خارجة عن اتفاق خفض التصعيد. بهذا نأتي إلى ختام النشرة، إلى اللقاء. أنا متفائل إن شاء الله بيكون يعني تشكيل هذه الحكومة بشكل سريع جداً.